بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر أخي وصديق الدكتور عمرو، أكثر من 30 سنة عمرو وإحنا مع بعض. كويس إن التايمر ما اشتغلش، ربنا يسهل يفضل كده مش شغال. مايوكاردال برفيوجن إيميجينج أولد بات ستيل ذا جول. وأنا الحقيقة متحيز جدا لأن ده يعني أكل عيشي وحياتي كلها قضيتها في البرفيوجن إيميجينج، وربنا يعني ستر ولحق الكاردياك سي تي فيعني ما راحش مننا النون انفيزيف. المايوكارديال برفيوجن ايميجنج زي دكتور عمرو ما قال احنا ليه بنحبه، لانه نون انفيزيف واي ستريس ممكن تابلاي ستريس فليكسبل تعمل فارماكولوجيكال او تعمل تريدميل، والبروفن هاي دايجنوستيك ما فيش في الليتريتشر في النون انفيزيف ايميجنج حاجه زي المايوكارديال برفيوجن. ايفيدنس ستريس ايكو والمار اي والسي تي نو ويلثي ليتريتشر سيميلر تو وات هاف بين conducted by myocardial perfusion imaging since 1973. أول بيبر نشرها ستراوش وباري زالت اللي أنا تعلمت على إيديه بعد أستاذي وأخويا الكبير دكتور عادل علام في ييل يونيفرسيتي. validated for risk stratification ودي أهم بوينت، وأنا أعتقد اللي هتفضل مع perfusion imaging وإضافة الجيتد اسبكت إلى myocardial perfusion imaging إدتنا الفانكشن كمان مع perfusion، فwe can assess the function and perfusion. الداتا اللي اتنشرت من 20 سنة وأكثر بتقول إنه الإكسرسايز والفارماكولوجيكال ستريس مايوكارديال برفيوجن إيميجينج the larger the defect size the higher the annualized event rate. كل ما البرفيوجن ديفكت بيكبر سواء كان بعد الإكسرسايز أو بعد الفارماكولوجيكال ستريس كل ما الإيفنت ريت بيزيد. الكلام ده اتنشر في النيو في الجورنال أوف نيوكلير كارديولوجي من 20 سنة تقريبا. دانيال بيرمن فروم لوس أنجلوس نشر برضو من أكثر يمكن من 20 سنة أو 20 سنة إنه كل ما زاد البرفيوجن ديفكت وكل ما البريدكتد كاردياك مورتاليتي بتزيد. الكلام ده سواء في المين أو الومن، وطبعا إحنا عارفين إن الومن they doing worse when they having coronary artery disease. الكاردياك ديث والميوكارديال انفاركشن the higher the larger the perfusion defect the larger the event rate percent even يعني في السمول ديفكت لما نقارنه بالنورمال هنلاقي انه الايفنت ريت عالي. انما اللي انا عايز اقوله هنا انه نورمال مايوكارديال برفيوجن ستادي كارينج ليس ذان 1% ايفنت ريت بير يير. بس لازم نعرف ايه هو الديفينيشن بتاع النورمال ستادي، يعني لازم العيان يكون جري كويس اتشيف ذا جود هارت ريت واتشيف ذا جود ميتس. العيان ما يمشيش دقيقه مثلا على التريدميل والهارت ريت كان 70 بقى 75 ويطلع نورمال برفيوجن نقول ده نورمال والعيان الايفنت ريت لا، لازم يكون جري كويس والهارت ريت عالي وصل ل 85% ساعتها اقول ان الايفنت ريت هيبقى اقل من 1% في السنه. اعتقد ده واحد من اهم السلايدز اللي كل الكارديولوجست لازم يحطوه نصب عينهم لان ده ربنا هيحاسبنا على المعلومات اللي في السلايد دي. الناس اللي ما عندهمش perfusion defects أو small perfusion defects they should went on medical treatment، لأن لو عملنا لهم intervention ال cardiac death rate فيهم extremely higher. الناحية ده العيان ده اللي هو ما عندهوش perfusion defects أو عنده very small perfusion defect المفروض يمشي على medical treatment، لأن medical treatment ال cardiac death rate قليل. إنما لو عملت له revascularization العيانين دول بيموتوا هيتخرم الشريان وdissection etc. والعكس بالعكس، لو العيان عنده لارج برفيوجن ديفكت او فيري لارج برفيوجن ديفكت ذوز بيشنتس شود ونت ان ريفاسكولاريزيشن. ما تصدقوش كلام الدجالين اللي بيقول لك الدعامات دي جريمه والقلب المفتوح جنايه. لا، الجنايه والجريمه ان عيان يبقى عنده مودريت او لارج برفيوجن ديفكت مودريت للارج ونمشيه على علاج دوائي. ذوز بيشنتس شود بي ريفاسكولاريزد، لانه الايفنت ريت في العيانين اللي مشوا على ميديكال تريتمنت اكستريملي هاير كومبيرد بالعيانين اللي حصل لهم ريفاسكولاريزيشن. بمعنى اخر ان عيان زي ده هوت لو جري كويس زي ما قلت لحضراتكم واتشيف ذا جود هارت ريت وطلع البرفيوجن بتاعه بالمنظر ده يبقى العيان ده لازم يمشي على علاج دوائي. انما العيان ده اللي عنده فيري لارج برفيوجن ديفكت في التريتوري بتاع ال اي دي وممكن يطلع عنده مالتي فيسل ديزيز العيان ده لو مشي على علاج دوائي تبقى جريمه، المفروض العيان ده يعمل ريفاسكولاريزيشن. هي دي القصه بتاعت المايوكارديال برفيوجن ايميجنج. عشان كده وي سيد ذات اتس يوزد فور دايجنوزيس ريسك ستراتيفيكيشن بروجنوزيس اند تريتمنت. ازاي العيانين اللي عندهم نورمال برفيوجن ستادي الانيوالايزد ريسك فور ايفنتس بير يير ليس ذان 1% those patients should be underwent for risk factors modification. العين mild الابنورمال risk factor modification واجريسيف
ميديكال تريتمنت ليبيد لورينج اسبرين اكسيتر. انما العين المودريت او مودريتلي سيفير بيرفيوجن ديفيكس ذوز بيشنتس شود وينت فور ريسك موديفيكيشن اجريسيف ميديكال تريتمنت اند ريفاسكولاريزيشن. واللي ما يعرفش يبعت للي بيعرف. الجايد لاينز بتقول الكلام ده, بتقول العيانين اللي لو لايكلهود نايف بيشنتس فور دايجنوزيس سي تي از دوينج بيتر. انما لو اللايكلهود اكتر شويه العينين دول بيستفيدوا من الفانكشنال اسيسمنت وعلى راسهم الاستريس مايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج. انما ده ما يمنعش ابدا ان في عيانين بيبقوا فيري تيبيكال 60 سنه دايابيتيك تيبيكال بين واي سي جي تشينجز, حرام ان احنا نبعت العيان ده يعمل سي تي او يعمل مايوكارديال بيرفيوجن ستاب. العيان ده المفروض يروح يعمل قسطره رايت اواي. الكلام ده اتنشر حديثا سنه 2019. فالمساله ما هياش جولد. الفيري لو ريسك بيشنتس او لو مودريت سي تي انجيوغرافي از جود سبيشال ان يونج بيشنتس. مودريت او مودريتلي هاي ممكن نعمله فانكشنال اسيسمنت خصوصا لو اولد ايج وعنده كالسيوم زي مصطفى ما قال وبالتالي مش هيستفيد من السي تي. انما العيان اكستريملي هاي ريسك او هاي بروبابيليتي اللي عنده يعمل انفيزيف انجيوغرافي رايت اواي. ودي الجايد لاينز اللي بتقول ان النون انفيزيف فانكشنال ايمجينج اور كورونري سي تي ار انيشال تيست فور دايجنوزينج كورونري ارتي ديزيز. انيشال نون انفيزيف test based on the clinical likelihood of coronary disease, patient characteristics, local expertise and the availability. تعمل أهني فيهم according to availability. Functional imaging of myocardial ischemia if coronary CT has shown coronary artery disease of uncertain functional significance or is non-diagnosed. أنا حوريكم شوية حالات في الثلاث أربع دقائق اللي فاضلين, أوريكم قد إيه useful to use myocardial perfusion imaging. واثبت لكم ان الدكتور عمرو فعلا معاه حق لما يقول ان هو متحيز للمايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج. عيانينه اللي بيقولوا عيان عنده 49 سنه سوهاج يمكن ما فيهاش سي تي كويس, يمكن يكون قريب منه مايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج, هيبعت حسام اللي عنده 49 سنه يعمل ستريس بيرفيوجن ستادي. حسام جه كان ضغطه مظبوط وضربات قلبه كويسه, جري 9 دقايق اولموست واتشيفد مور ذان 80% اوف ذا تارجت هارت ريت وما جالوش اي سي جي تشينجز وجاله فاتيج ات بيك اكسرسايز, وده الستريس بيرفيوجن ستادي كومبليتلي هوموجينس ابتيك ان ذا اول مايوكارديوم نورمال ستادي ايفن. العام مش محتاج ريستنج ستادي ويروح البيت على طول. وده الكومنت نيجاتيف جود اكسرسايز ستيرويدز. العيان الثاني محمد عنده 48 سنه هايبرتنسيف كومبليننج في تشست بين, جري 10 دقائق واتشيفد 88% اوف ذا تارجت هارت ريت وما حصلش اي سي جي تشينجز فاتيج الكوز اوف ترمينيشن, وده البرفيوجن ستادي بتاعه هوموجينس ابتيك اجين نورمال ستريس ستادي ذا بيشنت كان جو هوم سيفلي نورمال ستادي. الحاله الثالثه الاستاذ عاصم عنده 72 سنه, ما اظنش ان ده جود كانديديت فور سي تي لانه هيطلع الكالسيوم فيه عالي يقينا, فنبعته يعمل ستريس برفيوجن ستادي. العيان جري 6 دقائق وربع واتشيف 88%, انما حصل له اس تي سيجمنت تشينجز ووقفنا عشان خاطر تشيست بين, وادي الستريس برفيوجن ستادي توتالي ريفرسبل برفيوجن ديفكت ات ذا تريتوري اوف ذا ال دي ابيكس انتيرير اند سيبتال سيجمنتس. العيان ده لازم يعمل قسطره ولازم يعمل ريفاسكولايزيشن سكيميا ذا ابيكس انتيرير اند سيبتال سيجمنتس. العيان اللي بعده عيان عنده ستنس وجاله تشيست بين, احسن فحص نعمله له مش السي تي يا جماعه, السي تي اتس نوت ا فريند فور ستنس وخصوصا لو مالتيبل ستنس. انما لو بروكسيمال ال اي دي او ليفت مين ستنس اوكي, انما عيان مركب خمس ست دعامات ما تبعتوش يعمل كاردياك سي تي, بعته يعمل بيرفيوجن ستاد. العيان جري 7 دقائق و45 ثانيه واتشيفد 85% وما حصلوش اي تشينجز والستريس بيرفيوجن بتاعه كان كومبليتلي نورمال ميديكال تريتمنت وكمل ما عندناش مشكله. الحالة اللي بعديها عيان عنده 40 سنة وعامل بي سي اي وجاي فور فولو اب. العيان جري 7 دقايق واتشيفد جود هارت ريت ووقف عشان جنرال فاتيج, بس العيان ده هي هاد انفاركشن بيفور, عنده لارج سكار في ال اي دي تريتر وعنده سمول اريا اوف سكيميا ذا بيزل بارت اوف ذا انفير رول, برضه هيمشي على علاج مفيش داعي ان احنا نخرم في العيان. لارج سكار وسمول سكيميا. العيان رقم 6 ده امبارح بس يوم 16/3 الاستاذ الطيب عنده 52 سنه وعامل بي سي اي جري 10 دقائق و45 ثانيه واتشيف مور ذان 80% اوف ذا تارجت هارت ريت والاي سي جي ديو تو ريستنج تشينجز كان نون دايجنوستيك, وده البرفيوجن ستادي كوايت نورمال ستادي. اظن انك ممكن تمشي العيان على علاج دوائي وانت قلبك مطمن ما تقلقش. العيان الاخير عيان عنده 58 سنه هيستوري اوف كابج,
جري خمس دقائق بس فير اكسرسايز تورنس وجود هارت ريت ريسبونس ووقف الاي سي جي نون دايجنوستيك عنده بارشيالي نيرلي توتال ريفرسبل ديفكت في الانفيرو بوستيرو لاترال سيجمنت. اعتقد ان احنا المفروض ندور على السيرك في العيان ده نشوفه ونعمل له ايفالويشن. اذا النيوكليار كارديولوجي از يوسفول فور دايجنوستس فور ريسك ستراتيفيكيشن for viability and prognosis in patients with stable coronary artery disease or chronic coronary syndrome. Myocardial perfusion imaging, the gold will never be old. Thank you very much for your attention. Thank you.